السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناه زوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومه جديده ان شاء الله. اليوم نهضروا على واحد الدواء. هذا الدواء هذا عباره على مكمل غذائي، الاسم التجاري ديالو هو ميلاتولين 1.9 ملغرام. هاد ميلاتولين اللي غادي نهضروا عليه اللي هو واحد الهرمون الساحر، يمكن لي انه يمنحك نوم عميق من دون ارهاق. كيف كتعرفوا ان الحرمان من النوم العميق هو مشكل كيعانيوا منه الكثير ديال الناس بدرجه متفاوته، لكن يبدو ان الهرمون ديال الميلاتولين هو الصديق المخلص اللي كيتجه ليه الجسم ديالنا بصوره طبيعيه، اللي تقدر تنظم لنا واحد الدوره ديال النوم والاستيقاظ. في السنوات الاخيره كيف كتعرفوا باتت نسخه يعني ديال الميلاتولين متوفره كمكملات لا تستلزم وصفه طبيه، ويقدر يستخدمها بعض الاشخاص للمساعده في التغلب على المشاكل ديال النوم في الرحلات الجويه الطويله وكذلك الارهاق المتكرر. كيف كتعرفوا ان غتكون على حسب الطريقه ديال النوم ديالك اللي غتقدر تؤدي الى ظهور واحد التجاعيد اللي كتمدد البشره، ويقدر يحدث للدماغ ديال يعني يحدث للدماغ ديالك اذا لم يتحصل على قسط كافي من النوم، او الجوع الليلي كيف انه كتوجد رغبه شديده في التناول ديال الطعام قبل النوم، او قله النوم اللي كتدمر الصحه ديالك. المهم غادي نهضروا على الكيفيه ديال الميلاتولين والتناول ديالها وبالضروره ديالها اللي غتقدر تؤدي الى تناول لمره واحده او الى الخلود الى النوم. الكيفية الاستعمال ديال الميلاتولين، هاد الميلاتولين كيفرز لنا يعني الميلاتولين الطبيعي في غالب الاوقات في الغده الصنوبريه الموجوده في الدماغ اللي كتكون كتتعرض للضوء يعني للضوء، وكتنتج لنا واحد الهرمون ديال الميلاتولين، لكن في الظلام كيقدر يحفزه وكيعطي واحد الافراز. كيف كتعرفوا في الظروف الطبيعيه كتبدا المستويات ديال الميلاتولين بالمخ هي في الزياده عند الغروب، او في حين كيحل الظلام اللي كتصل المعدلات ديالها الى مستويات الذره في منتصف الليل، وكيبدا في التناقص مع اقتراب الفجر. يعني كيمنع العمل ديال الميلاتولين في الارشادات في الدماغ ديالنا اللي كتقدر تعزو وكتعطي واحد اليقظه وكتساعدو على تشجيع على النوم، ويجعلك على يعني يجعلك كتشعر بواحد التعب او بالنعاس مع اقتراب الموعد ديال النوم ديالك. كيف كتعرفوا الاسباب ديال التاثيرات ديال الميلاتولين المعززه للنوم، كتستخدم كمكملات للميلاتولين للمجموعه يعني لعلاج مجموعه متنوعه من المشاكل ديال النوم اللي يمكن لها انها تشمل لنا تعطينا اول التاثيرات اللي كيكون هو الارهاق او اختلاف يعني الاختلاف في التوقيت، او اضطرابات يعني ديال النوم اثناء الحمل او الاستيقاظ متاخرا، كذلك مشاكل النوم عند الاطفال المصابين بالتوحد او اضطرابات النقص في الانتباه مع فرط نشاط الاي دي يعني كيف كنقولوا ادي اتش دي. وهاد الاضطرابات ديال النوم لدى الاطفال كتقدر تكون هاد الميلاتولين مفيده للاطفال اللي كيعانوا من المشاكل في النوم، لكن كيف كيقولوا انها كتفوق عموميا على ان هنالك حاجه الى المزيد من البحث. وهاد الارشادات هذه يعني اللي عطاتها لنا الميلاتولين كتقدر تساعد لنا الاطفال اللي كيعانيوا من الصعوبات في النوم، ويعني في النوم وعلى النوم بسرعه اكبر، ويقدر يستحسن ايضا ساعات نومهم الى يعني النوم ديالهم الاجمالي الى 11 ساعه ليلا بحسب النوم ديالهم. وكتنص يعني كيف كنقولوا ان الارشادات اللي كتدل على الدراسات المحدوده ان الى المكملات ديال الميلاتولين كتقدر تكون مفيده بشكل خاص لدى الاطفال اللي كيعانوا من واحد الحالات معينه بما فيهم الصرع وبعض الاضطرابات ديال النوم الطبيعي، مثل اضطرابات كتكون طفيفه هي اللي هي ديال التوحد. وتقدر تجمع المراجعات يعني العلميه حاليا بضروره بحث اضافي اللي غتكون واحد الجرعه مثاليه للاستخدام ديال الميلاتولين للاطفال بما فيهم المده ديال الاستخدام، بالاضافه الى المخاطر والاثار الجانبيه طويله المدى. كيف كنعرفوا ان الجرعه المكمله ديال الميلاتولين كتاتي هذه الجرعه هذه ديال الميلاتولين في عدد من الاشكال اللي كتكون هي على شكل سوائل او على شكل علكه او على شكل كبسولات او اقراص، كلها بجرعه مختلفه نظرا لعدم وجود ارشادات محدده حول الجرعه ديال الميلاتولين للاطفال اللي غتقدر تكون يعني يقدر يكون واحد الامر محير.
وتقدر تعتمد هذه الجرعه هذه ديال الميلاتونين على حساب السبب والكيفيه ديال التخليط والاستخدام ديالو. يمكن يبدا البدء ديالو باقل جرعه كتستجيب للعديد من الاطفال اللي هي جرعه منخفضه اللي كتكون 0.5 ميل او 1 ميلغرام. وعند التناول ديالهم كيكون قبل النوم ب 30 الى 90 دقيقه. ومعظم الاطفال اللي كيستافدوا من هذا الميلاتونين كيكونوا يعني كيعانوا من اضطرابات يعني في فرط الحركه او نقص الانتباه، وما كيحتاجوش الى اكثر من 3 الى 6 ميلغرام من الميلاتونين. ولا يجب استخدام هذا الميلاتونين هذا كبديل عن الروتين جيد للوقت ديال النوم. من بينها ان اظهرت بعض الدراسات ان الاستخدام القصير ديال المدى الامن نسبيا لا يعرفه الكثير عن الاستخدام الطويل للميلاتونين. على سبيل المثال فهنالك مخاوف بشكل يعني بشان كيفيه التاثير ديال نمو الطفل والتطور ديالو خاصه اثناء فتره البلوغ. كيف كتعرفوا ان هذا الميلاتونين اللي كنهضر لكم عليها دابا اللي هي زوينه وفعاله، وكيف قلنا ان هذا الميلاتونين هو هرمون كينتجه الجسم ديالنا بشكل طبيعي وكينظم واحد الدوره ديال استيقاظ النوم. وهذا الميلاتونين هذا يعني ما عندوش اعراض جانبيه او يعني شي خطر على الادمان او التعود عليه. كيف كنعرفوا ان طريقه الاستعمال ديالو هي قرص واحد في اليوم كيتخذ قبل موعد النوم بنصف ساعه، وينصح بتناول القرص دائما في نفس الوقت، وكيتم التناول ديالو لمده 15 يوم من حين الى اخر، ويمكن اعاده الاستعمال ديالو الى كان الامر لازم. وعلى المسافرين اللي كيرغبوا في التقليل ديال الاثار يعني ديال الفرق التوقيت بالميلاتونين، فاخذ قرص واحد يعني قبل بنصف ساعه من الذهاب الى الفراش يعني ليله السفر بيوم واحد، او اخذ قرص اخر كان يعني قبل يعني اخر بنصف ساعه قبل الذهاب الى الفراش في ما يلي ببضع ايام بعد الوصول ديالو الى الوجهه. الاحتياطات ديالو يجب احترام الجرعه الموصي بها، الاستخدام المخصص للبالغين كتبدا يعني من اعمار ديال 18 سنه وما فوق، ويجب يعني يجب استشاره اخصائي صحي في حاله استعماله قبل 18 عام. كيف كتعرفوا ان الميلاتونين يعني لا يجب تناوله في حاله وجود حساسيه معروفه لاحد المكونات. وكيف كتعرفوا ان هاد الميلاتونين هادي راه زوينه كتحتوي على اللاكتوز، ولا يجب الاستعمال ديالو من طرف الاشخاص اللي كيعانوا يعني من يعني اللاكتوز في الدم او المتلازمات سواء الامتصاص اللاكتوز او اللاكتوز او النقص في اللاكتوز. كيف كتعرفوا لا يعني ما يمكنش انه يستعملوا المتلازمات مع المضادات ديال الاكتئاب او الحبوب المنومه او المهدئه الاخرى دون استشاره طبيه، ولا ينصح باستعماله من طرف النساء الحوامل والمرضعات الا باستشاره طبيه. وينصح بعد يعني الناس اللي كيشتغلوا في القياده ديال المركبات او الالات خلال 4 ساعات او 5 ساعات من تناول ديال الميلاتونين، ويقدر يكون لديه تاثير على الامعاء. هو مكمل غذائي كجزء من النظام الغذائي. كيف كتعرفوا ان هذا الميلاتونين راه زوينه وفعاله بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال قله النوم او التعب اللي كيعانوا منه معظم الناس؟ فهاد الميلاتونين راه زوينه وفعاله، الى خديتوها راه غادي تلقاو عليها واحد التحسن فعال وراه زوينه. الثمن ديالها اللي هو كيدير في الفارماسي حاليا هو الثمن ديالها اللي هو 89 درهم. كيف كتعرفوا انه كيسهل النوم، كيخفف من الاثار ديال فرق التوقيت، مكمل غذائي اساسي ديال الميلاتونين بدون مخاطره وبدون ادمان، وما غاديش يخليك تعود عليه، راه زوين وفعال، يعطيكم واحد التحسن زوين. المهم انا جيت نعرض عليكم هذا الميلاتونين لليوم، راه زوين وفعال، غتلقاو عليه واحد التحسن كبير. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى منه يعجبكم وينال اعجاب الجميع، وكنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، والى فيديو اخر ان شاء الله. تبارك الله عليكم. We'll be right back.